احنا اليوم موجودين في معرضنا في مدينة طول كرم، معرض مسلماني هوم، لاستضافة مجموعة من السيدات، سيدات مدينة طول كرم، للحديث عن مجموعة من المنتجات الصحية، من ضمنها المقلى الهوائي الاكتف راي. المقلى الهوائي الاكتف راي بالاضافة لعصارات مولينكس الحديثة، بالاضافة لتوعية الحضور بمجموعة من مخاطر استخدام زيوت القلي بكثرة. وطبعا يتضمن الفعالية ان شاء الله مسابقة، بالاضافة لجولة داخل المعرض وتعريف في خدمات مسلماني هوم. المعرض كتير حلو وبلبي احتياجات الست، ممكن تشوف اشياء كتيرة وتتعرف على موديلات جديدة، زائد انه عليها عروض، وهي فرصة لها تستطيع انها توفر فيها كمان، واقتصادية اكيد اكيد. يعني مثلا اول الموسم الصيف بتكون الاسعار عالية كتير، لكن خلال هاي الفترة بتتم عملية شوي، تصير عملية ركود، فبتصير عروض والناس بتتشجع انها تيجي تشتري.